بما اني اليوم صاحي من النوم ومرة متكاسلة ومالي خلق استعد لبكرة الاول يوم دراسي، فقلت الحل الامثل يا شهد صوري فيديو، منها تستعدين ومنها تنزلين فيديو جديد. فيلا نبدأ. طبعا لو بستخدم ماسك راح استخدم هذا الماسك من لوريال. دايما تسألوني وتجيني أسئلة كثير على الماسكات لوريال، من وين شهد تشترينها، من وين تحصلينها، من وين. فيا بنات أنا أخذها من السوبر ماركت، موجودة بكل سوبر ماركت وكذلك موجودة بالصيدليات، حتى الحين متوفرة بالعطارات، متوفرة في حرفيا بكل مكان. لكن أحس أني قبل كم يوم حاطة ماسك، فما يصير الحين أرجع أحط ماسك. لكن عموما الماسك هذا بطل، لكن ما يصلح نستخدم الماسكات بشكل شبه يومي. كالعادة بنات نفس السكروب اللي دايما أكلمكم عنه راح أستخدمه حاليا. تقدرون تستخدمونه لوجهكم كامل وتقدرون تستخدمونه للشفايف. أنا أستخدمه فقط للشفايف لأنه ترطيبه مرة قوي، فإذا استخدمت لوجهي وجهي دهني فترطيب هذا مرة ما ينفع لي. أحس ينفع للي بشرتهم جافة، يصلح تستخدمونه كسكراب للوجه، لكن أنا فقط أستخدمه للشفايف. طبعا زي ما تشوفون يلمع من كثر الزيوت اللي فيه، صدق ترطيبه مرة قوي. وطبعا بفيديو الروتين أول يوم مدرسة جتني كثير أسئلة عن هذا العطر، مع أنكم ما شميتوا بس ما أدري ليش حبيتوا. هذا العطر بنات من تيد بيكر، أخذته من صيدلية بوتس. ريحته تعجبني لأنها كذا خفيفة لطيفة، ما أدري كيف حسيت تنفع للصبح. لكن هل هو ثابت؟ صراحة ثباته مو قوي، لكن أحس أنه كويس يعني. أوكي حاليا راح أستخدم هذا الماسك للشعر، عبارة عن حبة أفوكادو وثلاث ملاعق من الزبادي وملعقتين من زيت الزيتون. راح أحطهم بالخلاط وأخلطهم، والحين راح أوريكم كيف القوام راح يطلع. بضيف معاه شوي حليب بحيث انه يعني ينخلط. زي ما تشوفون بنات هذا قوام الماسك، واخذت جلوفز وسفرة لاني بحس ام الدنيا. مو طبيعي كيف ازعجني الا واصور لكم حساب ببجي يقول ضيفوه. اتشك الشكوى لله يعني ما نقدر نقول شيء. بنات هذا حسابه، روح العبوا معه، ما يبين عمره. هذا اسمه، حمود اسمك مرة طويل. عادي الدنيا شوي حوسة، بس أبغى أوريكم كيف التصوير بإضاءة وبدون إضاءة. شوفوا كيف أنا أحس لو أني ما أشغل هذه الأنوار كان تصوير الجوال جدا 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 سيء. شوفوا كيف يطلع مرة حلو. طيب بما أنه الماسك اللي حاليا حاطتها بشعري راح ياخذ وقت شوي طويل من نص ساعة إلى ساعة، فخلنا نجلس نجاوب على أسئلتكم بخصوص اللابتوب هذا. يلا. للأمانة أنا أكثر شيء كان ودي فيه، يعني ليش أنا أساساً شارية اللابتوب، عشان أكثر شيء كان اليوتيوب حالياً. كنت مرة أحتاج اللابتوب، وبخصوص إنه في أشياء ما أقدر أسويها إلا بلابتوب، فكنت مرة مضطرة إني أشتري لابتوب. فكنت يعني مرة مترددة إني أخذ نوع غير عن أبل، لأنه أبل أكثر اليوتيوبر يستخدمون أبل. يعني فهمتوا اللي كان كل تفكيري إنه أخذ لابتوب أبل. لكن يوم قعدت أكلم راعي المحل وزي كذا، وقام يقول لي إنه ليش أنتي طيب تاخذينه، قمت شرحت له السالفة إنه أنا أبغى لليوتيوب، أنا أبغى والله مثلا البرنامج الفلاني للمونتاج، وأبغى وأبغى وأبغى. فقام يعني يقول لي ترى هذا في برامج برضو، زي ما في الأبل برامج للتعديل، برضو هذا اللابتوب في برامج للتعديل بعد أفضل. قام يشرح لي أكثر، كلمني عن المميزات، كلمني عن المعالج اللي فيه، كلمني عن الذاكرة.
فحسيت انه المواصفات اللي فيه قريبة من اللابتوب اللي كنت انا باخده، والاعلى كان بالسعر مقارنة بهذا، كان هذا جنبه مرة رخيص، فحسيت انه هذا طيب كويس. قام يقول لي انه صدق ترى يعني اغلب الناس ياخذون لابتوب ابل لانه الاغلى في السعر، لانه الاكشخ من هذا الكلام. فعادي انا، هو يقول لي يعني انا كنصيحة لك انت، يعني فعلا حسيته صادق بكلامه، خذي هذا مرة بطل، مرة كويس، راح يؤدي الغرض اللي انت شاريته عشانه. وبالفعل يعني من خلال تجربتي يعني لا هذا اللابتوب بخلال هذه الفترة القصيرة حسيت انه مرة بطل. طبعا واخيرا جاء الوقت اني اجرب هذا الشيء حق البانيو، يعطي رغوة للبانيو بنفس الوقت ينظف الجسم، فيا رب يطلع حلو على قد حماسي. طبعا عطري المفضل من باث اند بودي، في واحدة جت سألتني انه شهد وش افضل عطر من باث اند بودي، لحد الان هذا العطر يتصدر بالنسبة لي صراحة، مرة حلو كل المجموعة يعني يمدحونها، لكن ما جربت إلا العطر من هذه المجموعة اللي هي مجموعة روز. طبعا هذا البخاخ أكثر بخاخ سمعت الناس تذمه، إنه شعرنا صار يابس ما ناسبنا ومدري إيش، لكن سبحان الله يعني من تجربة لتجربة يختلف الموضوع، من شعر لشعر يختلف الموضوع. أنا لو بكلمكم عن تجربتي الشخصية مرة ناسبني هذا البخاخ، أحطه وأحس شعري مرة يهجد، مرة عجبني، فما أدري يعني هل بيناسبكم نفس ما ناسبني أنا. طبعا هذا المرطب للجسم أحس ترطيبه كأي ترطيب مرطب ثاني، يعني ما في شيء جديد، لكن اللي يميزه أن ريحته مرة فواحة، صدق ريحته مرة قوية وريحة حلوة مو طبيعي كيف، فمرة جازلي. طب أكيد شيء لابد منه مزيل العرق، أعرف ناس خلاص في الشتاء ينسون شيء اسمه مزيل عرق، سواء شتاء صيف ربيع خريف لازم نستخدم مزيل عرق. تمام، هذا النوع اللي أنا أحب أستخدمه ومناسبني، جاي كريم بس بنفس الوقت مزيل. طبعا أنا أستخدم هذا السيروم للشعر مرة حلو، حتى لو تشوفون أنه مخلص يعني بقي حق استخدام واحد بس ويدوب أصلا. نوعية الأمشاط اللي دائما أفضلها الأمشاط اللي تيجي خشب وتيجي كذا أسنانها متفرقة، فهمت شلون؟ بحيث أنها ما تقطع شعرك، وغير كذا الأمشاط الخشب معروف أنها تشيل الشحنات الزايدة اللي موجودة بالشعر. طبعاً كنت قاعدة أفكر أني أسوي شعري بالستريتنر، بس حرفياً شعري بهذه الإجازة يعني يا كثر ما استشورته، فأحس أن شعري مرة تعب، فالأفضل أنه بكرة أداوم وأنا مو مسوي شعري. طبعاً مريولي وبلوستي كل شي جاهز، راح ألبس بكرة هذا الجاكيت. تقريباً أقدر أقول إن كل شيء جاهز، بس والله كذا أقدر أقول إن وصلنا لنهاية فيديو اليوم. لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالتعليقات إيش رأيكم بالفيديو، ومع السلامة وإن شاء الله أشوفكم بفيديو ثاني.